السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. باهي رمضانكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير وسنين دائمة، وإن شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء. باهي اليوم مش نحكيو على حشرة قاعدة تسبب لنا في أضرار كبيرة على الغلال متاعنا، كيما الخوخ والمشماش والبرتقال بأنواعه. خلينا نتعرفوا على هذه الحشرة وعلى كيفية المكافحة متاعها، تابعونا لآخر الفيديو. مرحبا بكم. الحشرة هذه قاعدة تسبب في أضرار كبيرة على الفواكه، وشو تعمل هي؟ الأثار بتاعها هي تعفن الثمار وبعد سقوطها على الأرض. الحشرة هذه هي السيراتيل، أو كما تعرف بذبابة الفواكه أو ذبابة حوض البحر الأبيض المتوسط، والاسم العلمي بتاعها هو سيراتيتيس كابيتاتا. تصنف حشرة السيراتيل من آفات الحشد الزراعي، وهي متواجدة على أكثر من 350 صنف نباتي على طول السنة. الحشرة الأم تقريبا حجمها من 5 إلى 7 مليمترات، وبالنسبة للبيض بتاعها تقريبا في حجم 1 مليمتر. أما بالنسبة لليرقة يعني نقاوها من 6 إلى 8 مليمترات. كي نجيو للمناخ اللي تنجم تتكاثر فيه الحشرة هذه، نلقاوها بالنسبة لدرجة الحرارة من 15 إلى 30 درجة تقريبا، والرطوبة من 60 إلى 70% يعني رطوبة. وهذا موجود تقريبا في المناخ هذا يعني، أو الطقس هذا متوفر عندنا في تونس، لذا تولي هي تتكاثر بزايد. باهي تو نجيو للمحاصيل اللي هي ممكن تصيبهم على طول السنة ونلقاوها تتكاثر عليهم. من شهر اكتوبر الى شهر ديسمبر نلقاوها موجودة على الكليمونتين، ومن شهر ديسمبر حتى شهر افريل نلقاوها موجودة على الارنج، ونلقاوها موجودة على الطمس، ومن شهر ماي حتى شهر جوان نلقاوها موجودة على الخوخ والمشماش والبصاع. اما في شهر جويلية اوت فتتكاثر على التين يعني الكرم، وفي الخريف يعني تخرف في سبتمبر اكتوبر تخرف في الهندي. اما المده الحياتيه نتاع الحشره هذه تقريبا من 5 الى 6 شهور، فك 5 الى 6 شهور الانثى تبيض تقريبا من 500 الى 600 بيضه، يعني بمعدل 100 بيضه في كل شهر. باهي تو نجيو وقتاش تمشي الحشره هذه للغلال او الفواكه نتاعنا هذه، وقتاش تمشي تصيبهم. نقطه مهمه يلزمنا نعرفوها، الحشره هذه تمشي للغلال وقت اللي نسبه السكريات ترتفع ونسبة الحموضة تنخفض في الفواكه. يعني نقولوا احنا الغلال بدات تتوجه، كما كعبة الخوخ بدات كما يقولوا الفلاحة بدات تخدد، يعني بدات تعطي على الحمورية. وقتها تمشي هي الحشرة هذه، بتجيب المؤخرة نتاعها تنقب القشرة نتاع الخوخ او البرتقال، وتحط فيها البيض نتاعها، تحط من 7 الى 8 بيضات تقريبا. وكل بيضة ذاك بعد شيء ترتفع هي بارتفاع درجة الحرارة، ترتفع نسبة السكريات، يلقى المناخ متاعه ملائم، تولي يتكاثر يفقس البيضة ذاك يولي دود، ومن بعد شيء يخرج من الغلة ويطيح في الأرض. وكان نلاحظوا زادة إن الحشرة هذه ما تمشيش للقارص، خاطر القارص نسبة الحموضة متاعه مرتفعة، تولي ما تمشيلوش الحشرة هذه. باهي كيفاش نلاحظوها الحشرة على كيفاش نعرفوا ان الحشره هذه اصابت الغله نتاعنا؟ كي نشوفوا مثال لكعبه الخوخ او كعبه البرقدان، نقاو نقطه سوداء يعني اللي فين الوخزه هيك، ودايره بالاصفر، يعني الحشره هيك قامت بعمليه الوخز. هيك نجم نلاحظوها. تو نجيو لطرق مكافحه هذه الحشره. اولا كل الغلال اللي نقاوها طاحت من الشجره يلزمنا نجمعها الكل ونحفروا لها حفره غارقه ونحطوها غادي او نحرقوها، وهذه تتسمى المقاومه الزراعيه. اما بالنسبه للمقاومه الفيزيائيه فهي في الاصل تقع في المخابر، يعني نجيو للذكور نعملوا لهم عمليه تعقيم، يعني يوليو ستيريل باشعه جاما، وهذه اغلبيتها تصير في المخابر وتتكاثر غادي كده، بعدكش نسيبوهم في الحقول. وقت نسيبوهم في الحقول تصير عملية تزاوج بيناتهم وبين الإناث، ويعطيونا بيض عقيم يعني ما يفقصش. هذه طريقة من الطرق، وهذه تسمى الطريقة الفيزيائية. بالنسبة للطرق الكيميائية نوجهها بالأغلب إلى التربة، يعني نجيو تحت الشجرة ونحطوا كمية من التبن أو من العشب، ونستعمل مبيد ونخلطوه بمادة شذابة، ونبخوا على يعني ونشوا الدواء هذاك على العشب، تولي الحشرة في بخها باش تمشي للغلة، تولي تمشي لك الريحة الشذابة هذيك، تمشي للعشب هذاك، فتاق المبيد تولي تموت.
هذا باش نقصوا اكثر ما يمكن من استعمالنا للادويه الكيميائيه. فما طريقه اخرى زادة نجموا نوليو نداويو الشر الجنوبي، يعني نصف الجنوبي للشجره، يعني نجيو للجيره الجنوبيه تاع الشجره ونداويوها هي، لانها الغله تطيب الجهه الجنوبيه قبل الجهات الاخرى. باهي، بالنسبه للطرق البيولوجيه فما مصائد تتحط في الشجره، والمصائد هذه تتحط فيها فيرودمون، يعني الرائحه اللي تسيبها الاناث عند فتره التزاوج. وقت اللي الذكور شم الرائحه هذه تمشي للمصيده فتقع في الفخ. هذه حاجه من الحاجات. وفما مصائد موجهه للذكور والاناث، هذه نحطوا فيها بروتينات ونخلطوها بمبيدات، هذه تستقطب الاناث والذكور مع بعضهم. وبالنسبة للمصائد هذه نجم نحطه من 50 إلى 60 مصيدة تقريبا في الهكتار. باهي، تو نجيو للمصائد اللي نجم نستعملوها في الجرد متاعنا. بالنسبة للمصيدة اللي نجم نصنعوها في الدار اللي هي تبعوني، ناخذ دبوسة كبيرة، يعني دبوسة طائرة ونص، ننقبوها من الفوق 3 إلى 3 أو 4 نقبات من الفوق، ناخذ نصف لتر من الماء، مغرفة كبيرة من السكر، مغرفة صغيرة فاني، ومغرفة صغيرة خميرة، ونخلطوهم مليح، وبعدش نقطعوا عليهم 3 أو 4 قطرات صابون سائل وخلطوهم مليح، وبعدش نعلقوها من الجهة الجنوبية للشجرة ونغيروها من 10 إلى 15 يوم تقريبا. باهي، هذه حاجة يلزمنا نستعملوها في الدار، ونقصوا أكثر ما يمكن من استعمال المبيدات الكيميائية. باهي، قل لي وقتاش نحطها المصيدة هذه؟ المصيدة هذه أنت تعرف الغلة بتاعك وقتاش تطيب، يعني تحطها قبل تقريبا بشهر من نضج الثمار، يعني الثمار اللي كان مش طيب يعني في اخر ماي نحطوها في اخر افريل، ونقعد نغيروا فيه المحلول هذاك. باهي، عندي نقطة مهمة، ما عادش يجيني واحد يقول لي اعطيني دواء رشه على الازهار وهي منورة، يعني الزهرة منورة مش نداويها باش الحشرة ما تبيضش فيها. راهو هو اصلا السيكل نتاع الحشرة قلنا تقريبا 28 يوم يعني باش تولي حشرة بالغة، وهي الثمار باش تولي الناضجة تقريبا تقعد اكثر من شهر، يعني ما فماش دواء نستعملوه على الازهار الا في حاله بالك فما الشجرات الاجاص اللي هي تصيبها نوع من الحشرات، ونحكي عليها مره اخرى.